أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من المشهد تأتيكم عبر قناة المغربية في لندن. سيكون الحديث مخصصا لتونس وآخر التطورات هناك، فبعد أن أقال الرئيس التونسي 75 من القضاة أو 57 من القضاة، القضاة ينتفضون اليوم دفاعا عن ما سموه استقلال القضاء. أهلا بكم. بدأ القضاة التونسيون إضرابا عن العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية ردا على قرار إعفاء رئيس الجمهورية 57 قاضيا. قال رئيس جمعية القضاة أنس الحامدي إن نسبة نجاح الإضراب في المحاكم غير مسبوقة في تاريخ تونس، واتخذ القرار بمشاركة كل الهياكل النقابية القضائية وبتصويت الأغلبية في المجلس الوطني الطارئ ليستمر لمدة أسبوع قابلة للتجديد. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفي من تونس الأستاذ كمال بن يونس الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ كمال، شكرا لالتحاقك بنا. وكذلك من تونس الكاتب الصحفي بولبابة سالم، مرحبا بك بولبابة وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. أبدأ معك أستاذ كمال، يعني هذا الإضراب الذي يقول فيه أنس الحامدي أنه غير مسبوق حتى في تاريخ تونس، ماذا تمثل أو يمثل الانخراط فيه بهذه النسبة، طبعا دائما وفق ما قال أنس الحامدي؟ أولا أريد أن أشير أن تاريخ القضاء في تونس عدد من القضاة الشرفاء لعبوا دورا خلال عهدي بورقيبة وبن علي وفي العشرية الماضية، وكذلك بعد منعرج 25 يوليو العسكري الأمني كانوا في الصفوف الأولى، بعضهم دفع الثمن ودفع نحو الاستقالة، وبعضهم طرد من عميد المحامين السابق أو نقيب المحامين السابق الأستاذ بشير الصيد الذي كان من مؤسسي جمعية القضاة آنذاك، الشبان الأستاذ عبد الفتاح مورو كان قاضيا، وعدد من القضاة الذين أضربوا في 1985 وقرر بعزلهم وانتقلوا للمحاماة. وفي عهد بن علي كذلك قاد القضاة سلسلة من التحركات من أجل الحريات، أولا من أجل السلطة القضائية ولكن من أجل الحريات في البلاد. ما يجري الآن يتجاوز إضرابا قطاعيا، ولكن هو احتجاج على مسار سياسي أمني شامل بدأ منذ مدة واستفحل بعد 25 يوليو وتطور في الأسبوع الماضي بعد قرار إحالة 57 قاضيا على البطالة في ظروف مثيرة للانتباه، بعضهم تحوم حوله شبهة فساد، وكان من المفروض إحالتهم ربما على لجنة النظام أو مجلس التأديب وتمكينهم من حق الدفاع عن نفسهم، وبعضهم الآخر يبدو أنه أبعد لأسباب سياسية من بينهم رئيس جمعية القضاة وبعض القضاة الذين تصدروا مشهد معارضة حل المجلس الأعلى المنتخب للقضاء المجلس السابق مثل يوسف بوزاخر، ويبدو أن بعض بينهم حسب الشهادات التي قدمت يوم الجلسة العامة غير المشهودة التي نظمت يوم الأحد الماضي بحضور حوالي 1000 قاضي أو أكثر، بعضهم قدم شهادات حول التجاوزات وحول الانتهاكات وحول نشر تقارير أمنية ذات صبغة أخلاقية واتهم بالزنا وشرب الخمر، وبعضهم اتهم بالفساد دون أن يمكن من الدفاع عن نفسه. لكن المعركة ليست معركة فقط من القضاة أو المحامين أو مع قطاع من القطاعات أو مع نقابة من النقابات، يبدو أن الأمر هو تصعيد لمواجهة منعرج الأمن العسكري الذي بدأ في 25 يوليو ورحب به البعض واعتبره حركة لتصحيح المسار باعتبار أن المنظومة القديمة كانت في أزمة عميقة وشبه منهارة وكان مطلوبا إصلاحها من الداخل أو من الخارج، ولكن حصلت تطورات أبعدت الجميع عن المسار التشاركي إلى درجة أن من بين المشاركين في الاحتجاجات وفي دعم حركة القضاة محمد الهاتفي الذي كان من رموز اليسار الماركسي الستاليني في الجامعة التونسية وتطور إلى من محامين مدافعين عن الحقوق وعن اليسار
وقريب من المحامين الدستوريين، ووقف ضد المحاكمات السياسية التي تشمل منذ أشهر عددا من كبار المحامين، منهم العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني ونور الدين البحيري وزير العدل السابق والمحامي وآخر. فهناك إذن توسع لجبهة الدفاع من أجل التغيير في ظرف تستعد فيه البلاد إلى إضراب عام وإلى تصعيد شمل أحزابا ساندت بتحفظ أو باحتشام 25 يوليو واعتبرته حركة إصلاح، انتقلت بدورها إلى المعارضة، فمما يدل على أن هناك طبخة سياسية لمرحلة جديدة قد تفرز تغييرات جوهرية. واضح. سياسي، لكن ربما تمت هذه الأزمة قد تطول أكثر بسبب خلافات المعارضة وخلافات واضح أستاذ كمال في حول البديل. نعم. أعود إليك بعد قليل. بولبابا سالم، إذن هل هو صراع جديد يخوضه القضاة ضد السلطة في تونس، ضد الرئيس قيس سعيد، بعد طبعا التاريخ كما أشار له أستاذ كمال قبل قليل في مقارعة السلطة ومقارعة التسلط، هل هي فعلا صراع جديد يقدم عليه يعني القضاة الآن عموما بعد صراع محدود ممكن نسميه كان بين الرئيس والمجلس الأعلى للقضاء؟ في البداية تحياتي لك أخ سمير، وتحياتي للأستاذ كمال بن يونس أيضا، ولكل السادة والسيدات المتابعين. بكل تأكيد يعني ما حصل أو ما هذا اليوم من إضراب القضاة الذي كان ناجحا بنسبة عالية جدا، ومن الحركة الاحتجاجية التي بدأت في الحقيقة منذ أشهر، منذ أن عزم الرئيس قيس سعيد على حل المجلس الأعلى للقضاء، كان هناك يعني صراع بين استقلالية القضاء وبين تطويع القضاء للسلطة التنفيذية. يعني الغريب فيما حصل في الفترة الأخيرة أن الرئيس قيس سعيد يعني انقلب حتى على المجلس الذي عينه هو بنفسه. المجلس بعد حل المجلس الأعلى للقضاء تم تعيين مجلس جديد، ولكن لم يتم حتى هذا المجلس الجديد لم يقع احترامه يعني في خصوص عزل القضاة 57 الذي حصل في الأيام القليلة الماضية. كان يمكن طبعا هنا نتحدث عن مسألة خطيرة، يعني رئيس الجمهورية يعزل القضاة بمرسوم دون اعتبار للهياكل التأديبية أو لمؤسسات المهنة التي كان بالإمكان يعني مدها بملفات تتعلق بالقضاة الذين تشملهم بعض ملفات الفساد، وهذا موجود يعني ولا أحد يشكك في ذلك، لكن هناك قضاة نزهاء وشرفاء في 57 والجميع يشهد لهم بالكفاءة والاستقلالية ونظافة اليد. لذلك يعني جمع الكل في سلة واحدة هنا مع حملة ممنهجة للتشويه وهتك الأعراض وما شابه ذلك في صفحات الفيسبوك، في صفحات قريبة يعني من من السلطة. هذا يجعل بالطبع جعل اجتماع القضاة يوم أمس اجتماعا تاريخيا وعاما وكبيرا جدا، وحضره الجميع وقدموا شهادات يعني حية عن تلقيهم يعني تهديدات، تلقيهم ضغوطات كبيرة، رفضهم للتعليمات، وهي مسألة مهمة ومهمة جدا أن نتحدث عن استقلال القضاء. القضاء هل يكون مستقلا أو وظيفة يعني تقدم هنا تقوم أو وظيفة يكون القاضي موظفا لدى السلطة؟ نفس الشيء، البعض كثيرون اعتبروا هذه الإجراءات انتقامية ضد هؤلاء القضاة باعتبار أنهم رفضوا تلك التعليمات. كذلك يعني بعض ربما لديهم قضايا كيدية، يعني هناك تهم كيدية من أجل ربما هنا التأثير عليهم أو ما شابه ذلك. هذا كله يؤكد بأن الجسم القضائي في تونس ونجاح الإضراب اليوم القضاة، وطبعا أؤيد ما ذكره الأستاذ كمال عن أن طبعا يأتي في سياق الصراع السياسي وفي احتدام الأزمة السياسية في البلاد. معركة القضاء هي جزء من معركة كبرى تخوضها تونس. يعني عندما تحدث هنا في البداية هذا الخطر الداهم الآن بدأ بالمجلس النيابي، ثم تدرج نحو المجلس نحو القضاء، ثم بعد ذلك نحو هيئة الانتخابات، وهكذا وهكذا. طبعا كل الهيئات التي تم طبعا استحداثها بعد الثورة أصبحت الآن في مرمى السلطة لمن أجل إما تطويعها أو تغييرها. وهذا في الحقيقة يعني هذه المعركة وهذه الشهادات التي خرجت تؤكد أن هناك فعلا أن القضاة والقضاء التونسي يخوض معركة جديدة من الاستقلالية. جيد. في الأيام الأخيرة. أعود إليك صالح عطية، كذلك مدير موقع الرأي الجديد ينضم إلي من تونس عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ صالح،
وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. يعني جميع القضاة مشاركون، على الأقل هكذا يقول أنس الحامدي، جمعية القضاة، نقابة القضاة، اتحاد القضاة الإداريين، جمعية القضية التونسيات، جمعية القضاة الشبان، كل هذه الهياكل مشاركة كانت حاضرة في لقاء السبت وأقرت هذا الإضراب لمدة أسبوع قابلة للتجديد. يعني هل نجح فعلا قيس سعيد إذن في تجميع خصومه، في تأليب مزيد من هياكل الدولة، مؤسسات الدولة ضد قراراته، حينما نسمع كل هؤلاء الآن صاروا ضده، وهناك وظائف شاغرة الآن، القضاة لا يترشحون لها، إما تتعلق بمحلات في أماكن إدارية خاصة أو تتعلق بهيئة الانتخابات نفسها، 81 قاضي تحتاج هذه الهيئة، وليس هناك من هو يعني جاهز ومستعد للتقدم لشغر هذه الوظائف. ما رأيك؟ أهلا وسهلا بك أستاذ سمير وبمشاهديك الكرام وبضيوفك في هذا البلاتو. مرحبا. يبدو لي أنه قيس سعيد ساهم في تجميع خصومه، هذا من باب تحصيل حاصل، أن هذه نتيجة لما يفعله، لكن هل هو يفكر في عملية التجميع؟ هذه لا أعتقد مطلقا. يعني الرجل الآن هو يقوم بعملية تمشيط ارتساج لكل ما هو مؤسسات في الدولة أو مؤسسات ناجمة عن الدستور التونسي أو مؤسسات ولدت خلال السنوات العشر الماضية. لا أعتقد أن قيس سعيد فقط يتحمل هذه المسؤولية، هنالك فريق معه، ودعني أكون واضحا، فريق سياسي، فريق قانوني، وفريق عسكري، وفريق أمني أيضا. لسنا هنا بإزاء رجل واحد يتحكم فقط، لا، رجل مسنود، ويخطئ من يعتقد بأن رجل وحده يفكر هكذا والجميع خلفه يعني من محيطه. لا، هو يفكر مع مجموعة، والمجموعة منسجمة معه، صامتة على ما يفعل، تدفعه بذلك بهذا الاتجاه، ولذلك هو ماض قدما باتجاه الأمام. اليوم طبعا أكيد أنه عندك علم أستاذ سمير بأنه عميد المحامين مدد لنفسه، نعم، سابقة في تاريخ إلى سبتمبر مدد لنفسه، نعم، بشهرين معناها على رأس المحاماة، رغم على رأس عمادة المحاماة، رغم أنه يعني يفترض أنه في نهاية جوان هذا يونيو وبداية يوليو تنتهي عهدته بجلسة عامة انتخابية تنتخب عميدا جديدا. هذا غير مسبوق، وأكثر من ذلك اللي غير مسبوق أنه استند إلى قانون 67 للقضاة الذي لا دخل له في مرسوم المحاماة. يعني هنالك نوع من القراءة القانونية وجدل القانوني يجر فيه المحامين، والمحامون في تعليقهم في الصفحة هيئة المحامين سمير يتحدثون عن استهداف المحامين، ولابد أن يكونوا جسما واحدا ضد ما يحصل. أعتقد أن الفريق الذي أحيط برئيس الجمهورية غير مدرك إلى نضالات مهمة للقضاة وللمحامين. هذا الجسم القضائي سمير، وأنت أعلم بذلك طبعا وعندك كل المعطيات، الجسم القضائي جسم صعب، معقد جدا. ربما في الجسم السياسي يمكن أن تحصل اختراقات، في الجسم الحقوقي بشكل عام يمكن أن تحصل من هنا أو هناك بإغراءات أو بشيء من هذا القبيل، بحقائب وزارية أو بمهام قنصلية أو سفارات أو دبلوماسيين إلى غير ذلك. لكن في القضاة هناك هم آخر، القضاة لديهم جسم صعب معقد، جسم سميك من الصعب اختراقه، ولذلك اليوم رغم كل الإغراءات، يعني أنا أحدثك الآن وعندي معلومات من أن هناك اتصالات بعديد القضاة الآن من أجل أن يجلسوا في المحاكم خلال هذا الأسبوع لكسر الإضراب، لربما إفساد الإضراب هذا، ورغم ذلك لم ينجحوا. ولو تعلم من يتصل ستدرك كيف تتحرك الماكينة الآن. يعني شقيق الرئيس على سبيل المثال وبعض الأقرباء منه من العائلة هم من يتصلوا بالقضاة ويهددونهم بضرورة الجلوس في المحاكم الآن لكسر الإضراب الجاري للقضاة. لذلك عندما تستمع إلى أنس الحامدي وهو يبكي في إذاعة موزايك منذ قليل، نعم، عندما كان على المباشر على وا مباشرة يبكي القضاء كيف وصل إلى درجة أنه تنتهك فيه حرمات وشرف القضاة بهذه الصورة من قبل أعلى السلطة في الدولة ورئيس الجمهورية، يعني تدرك إلى أي مدى وصلنا في المأساة التونسية في الحقيقة. واضح. لم يحصل تاريخيا يا سمير أنه رئيس الجمهورية ينتهك شرف امرأة قاضية
على الهواء مباشرة وهو في هذه السلطة العليا كرئيس للجمهورية. يعني بعد هذا في تقديري لا يمكن الحديث عما يريد قيس سعيد في نهاية الأمر. نعم، ابقى معي أستاذ صالح. مشكورا أستاذ كمال. يعني رئيس الجمهورية منذ أن أتى وهو يتحدث عن الفساد ومحاربة الفساد، 25 جويلية صار هذا خبز يومي، دعنا نقول تكرار دوميا في محاربة الفساد. كيف يمكن محاربة الفساد بدون وجود قضاة مستقلين؟ لأن القضاة اليوم يقولون نحن في معركة استقلال القضاء، والرئيس لا يريد قضاة مستقلين. كيف يمكن إذن فتح هذه الملفات وضمان المحاكمة العادلة في ملفات الفساد؟ البعض يقول لو فتحت بهذا الشكل وبقضاة غير مستقلين ستتحول إلى تصفية حسابات مع خصوم، ولهم أمثلة كثيرة حصلت في الأشهر القليلة الماضية. والحقيقة الخطأ المنهجي الذي استفحل بعد 25 يوليو بعد 25 جويلية بما في ذلك فيما يتعلق بالخلط بين مكافحة الفساد ومحاسبة مجموعة من الفاسدين أمام المحاكم أو أمام البوليس أو مصادرة أموالهم، هذا غلط لم يبدأ اليوم. تعرفوا تونس منذ السبعينات، ربما منذ محاكمة أحمد بن صالح في آخر التسعينات ومطلع السبعينات، في محاكمات فيما بعد لمحمد بزالي رئيس الحكومة الأسبق آنذاك ولأطراف حكمت معه بعد سقوط حكومته أو إدريس جيجا أو في عهد بن علي، هناك هذه الظاهرة. وبعد ثورة 14 جانفي كذلك تكرر المشهد، عشنا مرارا، وهذا عبر عنه كثير من الحقوقيين المستقلين، خلط بين العدالة الانتقالية والعدالة الانتقائية والعدالة الانتقامية، وبين الخلط بين مسار المحاسبة ومسار تصفية الحسابات. لذلك نرى أن أكبر رموز الفساد وأكبر العائلات المتحكمة الفاسدة التي صدرت في شأنها تقارير في السنوات الأخيرة من عهد بن علي من قبل منظمات أوروبية ومؤسسات أوروبية ودولية هي التي تحكم تونس منذ جانفي 2011 تقريبا، هي نفسها وزاد نفوذها وبعضها تضاعفت ثرواتها مرارا، وبعضها من أسهار الرئيس السابق التي تحكمت في مزيد من المؤسسات الاقتصادية، وبعضها يتحكم في كبرى الصفقات العمومية في قطاع الاستثمارات في قطاع التجهيز ويشتري المولات إلى غير ذلك. حكم الموظفون كبار مسؤولين عن وكالة التهيئة العقارية، بعضهم مات بعد أن قضى عامين في السجن، ولكن هؤلاء الفاسدون بقوا لأنهم يدفعون الرشوة ويريدون أن تكون آثار ويحاكم الموظفون. هناك إشكالية في الخلط بين محاربة الفساد وعمليات انتقائية وانتقامية. طبعا الرئيس قيس سعيد والمنظومة التي معه والمجموعة التي معه الفريق ليس له خبرة في الحكم مثل كثير المؤسسات في تونس، يحكمها أساسا مناضلون بين ظفرين أو هواة. لدينا احنا في قطاع نقابة الإعلام بعض الصحفيين دخلوا الإعلام وخرجوا منهم، كان نقيبا للصحفيين، مارس المهنة وأصبح نقيبا للصحفيين أكثر من مرة وأحيل على التقاعد ولم يكتب في حياته مقالا. في نقابات اتحاد العمال بعض زعماء النقابيين منذ 20 عاما أو 30 عاما لم يمارسوا مهنة، يتعطون فقط وظائف في قيادات اتحاد العمال أو في بعض النقابات. هناك مشكل في منهجية، لأنه يفترض أنه بالنسبة لملفات الفساد المواطن بريء حتى تثبت إدانته وتحال الملفات على القضاء. هناك آليات، صحيح هناك إصلاحات كثيرة مطلوبة من بينها توسيع صلاحية القضاء، لكن يبدو أنه من بين القضاة الذين أبعدوا من رفض تطبيق تعليمات في بإجراء بالقيام بإيقافات ومحاكمات لأشخاص دون استكمال الأبحاث أو دون القيام بالأبحاث، أو رفض تطبيق تعليمات أمنية بالتحفظ أو اعتقال مؤقت، القيام بإجراءات مؤقتة ضد شخصيات سياسية بما في ذلك النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية. فإذا هناك آليات. أنا أعتقد أن المسألة تتجاوز شخصية معينة، شخصية رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الداخلية، أو في السابق كان يقع التركيز على مديرة الديوان الرئاسي، وفي عهد بن علي في فترة الفترات كان يقع التركيز على بعض الوزراء والمستشارين. القضية تتعلق بغياب مؤسسات وآليات تشبه الآليات الموجودة في أوروبا في الدول العظمى الديمقراطية الكبيرة العريقة في الحوكمة
في محاربة الفساد كظاهرة وتوفير ضمانات تقاطع لركوبنا حتى لا تتكرر هذه العمليات. ونعلم أنها ظاهرة وجدت كما تعلمون في الجزائر المغرب وفي مصر وفي سوريا دول كثيرة تقع إجراءات انتقائية انتقامية بدون مبرر. الآن ما في تونس في اعتقادي وأختم بهذا أن بعض الأطراف من أقصى اليمين وأقصى اليسار استبشرت بما وقع في 25 يوليو واعتبرته فرصة للتخلص نهائيا من ما يسمى بقوى الإسلام السياسي والقوى التي تتمسك بالخيار الديمقراطي التعددي وبالعمل المشترك وبالديمقراطية التوافقية مثل حزب قلب تونس ونداء تونس والنهضة وائتلاف الكرامة وأطراف أخرى، وتريد الآن ورحبت في البداية بما وقع، الآن لما تراكمت غلطات سلطات ما بعد 25 يوليو هي تريد أن تدفع السلطة الحالية في مزيد من الغلطات ربما تمهيدا لتغيير سياسي يؤدي إلى بروز حكم استثنائي جديد أو إجراء استثنائية جديدة وربما حكم استبدادي أكثر. نعم نعم أستاذ كما سأعود إليك لهذه النقطة لأنه مهم جدا أن الإنسان بعد ذلك بعد ما نستعرض ونشخص هذا الواقع وين ماشيين بعدين، النتائج التي لا قدر الله ستجد تونس والمجتمع التونسي كذلك نفسها أمامها، لأنه الآن كل التقارير دون مبالغة يعني التي ترد من خارج تونس كلها سلبية، يعني لما تحكي على الاقتصاد ستجد سلبية، تحكي على الحقوق والحريات ستجدها سلبية في كل المجالات تقريبا، والمراقبين يعني في كل هذه المجالات تقاريرهم حديثهم تصريحاتهم ليست إيجابية. قبل 25 جويلية يقول الكثير كان هناك السلبي وكان هناك الإيجابي، كان هناك التعليق السلبي والتعليق الإيجابي. الآن ما نتبعه مع كل أسف إن شاء الله يقع التدارك طبعا من الرئيس قيس سعيد ومن المحيطين به وينتبه، لكن هناك إشارات سلبية كثيرة. أبو البابا، السيدة روضة القرافي رئيسة شرفية لجمعية القضاة التونسيين قالت في مدخلتها يوم السبت أنه جل القضاة عزلوا لأنهم لم ينفذوا التعليمات ذات العلاقة بالصراع السياسي، مش أي تعليمات كذلك، ذات العلاقة بالصراع السياسي. هل فعلا الرئيس قيس سعيد وصل إلى مرحلة أنه يريد كذلك توظيف القضاة مش في ملفات الفساد أو فيما ينفع الناس حقيقة، بل في تصفية خصومه السياسيين؟ نعم، شكرا على السؤال. هو هذا جوهر الصراع في الحقيقة، هذا هو جوهر الصراع وهذا هو جوهر ما يحصل اليوم. الكثير من القضاة، وأنا استمعت إلى السيد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحميدي على في الإذاعة منذ قليل يتحدث عن التنصت على الكثير من القضاة، على تقارير أمنية، على رفض بعض القضاة، وما ذكرت أيضا كذلك منذ قليل أيضا أن الأرض القرافي كذلك والكثير من القضاة رفضوا تنفيذ التعليمات، خاصة هنا فيما يتعلق طبعا بخصوم سياسيين، حفاظا طبعا على استقلالية القضاء وحفاظا على شرف المهنة أيضا. بالتالي المسألة لا تتعلق لا بمكافحة الفساد ولا هم يحزنون، المسألة تتعلق بتصفية حسابات سياسية. وللأسف يعني جوهر الصراع السياسي هو هذا، يعني هنا عندما يتحدث قاضي ويقول بأنه رفض تنفيذ تعليمات الاعتقال أو الإيداع أو ما شابه ذلك، ولأن الملف لا وجود لملف أو لأن الملف ناقص أو فارغ أو ما شابه ذلك، لأن في النهاية القاضي يحكم بالملفات ولا يحكم بالدعاية أو لا يتأثر بالدعاية الإعلامية أو بالبروباغندا التي يقوم بها بعض الإعلاميون هنا وهناك أو بعض المأجورون في بعض المنابر أو في بعض القنوات الذين تقريبا يروجون مثل هذه الاتهامات وكأنهم تحولوا إلى لسان الدعاء وتحولوا إلى قضاة. وبالتالي وهذا في الحقيقة جزء أيضا في الإعلام التونسي للأسف نقولها صراحة، منذ الثورة اليوم الإعلام لعب دورا سلبيا في تشويه يعني الديمقراطية وفي تشويه الخصوم السياسيين. نعم. جعل بعض الاتهامات وكأنها حقيقة. نعم. جعل بعض الأشخاص يعني الذين يشار لهم بالبنان وكأنهم هم المسؤولون عما يحصل. نعم. جعل يعني شخصيات معينة وكأنها القضاء يعني متخاذل تجاهها وهي مورطة في الفساد، ورغم أن الرئيس يملك 10 أشهر الآن كل السلطات بين يديه، ولكن مع ذلك حتى الذين تم اعتقالهم أو إيقافهم
لم يجدوا ملفا واحدا لإدانتهم. وهذا في الحقيقة ما يعني ما يثير الشكوك والريبة، لأن ولم نجد في المقابل يعني ملفات حقيقية للفاسدين الذين نهبوا أموال الدولة مثلا، وهم معروفون ويعرفهم الشعب التونسي أكثر. بالتالي هنا أكثر العملية هي تمشي في إطار الضغط السياسي، أو في إطار هرسلة الخصوم السياسيين، أو في إطار كذلك تصفية الحسابات السياسية. أعطيك مثلا مثال، أنا في أول اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي أشرف عليه الرئيس قيس سعيد عندما تولى الرئاسة، يعني عندما سئل عن مسألة الجهاز السري قال أنا يعني مثل هذه المواضيع قال تطرح في إطار الحسابات السياسية، أو في إطار يعني تصفية الحسابات السياسية. وقتها طبعا ما زال بعيدا عن جوهر الصراع السياسي، لأن مثلا هذا الملف طرحه المرحوم الباجي قايد السبسي في آخر أيامه لما رفضت حركة النهضة مثلا هنا عزل يوسف الشاهد من رئاسة الحكومة. فبالتالي وكأن هناك لجان وملفات تفتح عند وجود صراع سياسي معين، رغم أن القضاء طبعا كما ذكرت يعني بت في الكثير منها، ويقع استثارتها لإلهاء الرأي العام، لأن جوهر الصراع الحقيقي في تونس هنا هو اقتصادي، يعني تحويل وجهة الرأي. هناك براعة حقيقية في تحويل وجهة الرأي العام نحو قضايا أخرى حقوقية، أو واضح. قضايا يعني تتعلق بصراعات سياسية للتغطية على وجود أزمة حقيقية في مجال ارتفاع الأسعار والاقتصاد وغيره. واضح. أعتقد يعني أن الشهادات القضاة مهمة جدا. وهؤلاء القضاة يعني مشهود لهم، يعني هؤلاء القضاة لا تنسى يعني أخ سمير، أنا هؤلاء القضاة ومنهم يعني من مارس القضاء يعني عشرات السنين طوال فترة طويلة. ومشهود لهم بالكفاءة العالية، يعني ورغم التفقد الذي حصل لهم، يعني تصور مثلا أن أحد القضاة كرمه جهاز يعني كرمته بريطانيا مثلا القاضي بشير العكرمي بعد التحقيقات التي قام بها. هناك قضاة كرمه هو نفس الرئيس نفسه كرمهم وشهد لهم بنظافة اليد، يعني شهد لهم بنظافة اليد. يعني في النهاية لكن كما قلت لا يعني ذلك عدم وجود قضاة فاسدين، لكن أن نجمع الجميع في سلة واحدة هذا في الحقيقة ما أثار حقيقة الجميع. شكرا جزيلا أستاذ بولبابا سالم الكاتب الصحفي، كنت معي من تونس على المشاركة والإفادة. صالح أعطيه أعود إليك. يعني الرئيس كثيرا ما كرر عبارة أن القضاء ليس سلطة وإنما هو وظيفة كما يقولها الرئيس أكثر من مرة، فهل هذه الخطوات هذه الإقالات وربما قد لا قدر الله تحصل إقالات أخرى، هل فعلا الرئيس ماشي في هذا الخيار تحويل القضاء إلى وظيفة وربما حتى مرتبطة برئاسة الجمهورية، مما عده بعض المعلقين محاولة لإبطال المنظومة الدستورية في تونس؟ هو بطبيعة الحال رئيس الجمهورية ماذا به يعني يستفرد بكل الصلاحيات وكل السلطات، ويعتقد جازما بأن سلطة القضاء سلطة مهمة يمكن أن يستخدمها ضد خصومه، ويمكن أن يركع بها العديد من الأطراف، وأيضا يمكن أن تكون أحد الأدوات الأساسية للبناء الذي يعول عليه البناء السياسي والبناء القانوني والبناء الدستوري. وهو مدرك بأن النجاح في المساس بالقضاء هو نجاح في الإمساك بكل تلبيب العملية الدستورية والقانونية في البلاد. لا ننسى أنه هو رجل قانون دستوري وعلى علاقة بالمحامين وبرجال القانون، ويدرك هذا المعطى إدراكا جيدا، ولذلك دائما يعود لنا بقضية أنه وظيفة وليس عملا مستقلا، يعني وهذا مهم بالنسبة إليه لأنه يريد أن يجعل من القضاء وظيفة، فأنا الذي أعين وأنا الذي أضعه هنا، وبالتالي على القضاء أن ينصاع إلى تعليمات رئيس الجمهورية. هذه معركة الآن سياسية بالأساس، سياسية وحقوقية أقول، لأنه تتعلق بحرية القضاء. طيب لكن أستاذ صالح، وتتعلق بحرية القضاء عند هذه النقطة، يعني الرئيس دائما ما كرر أنه يحترم الدستور ويحترم أبواب من الدستور، والدستور التونسي الجديد متاع 2014 يعطي للقضاء صفة السلطة، فهو سلطة مثل سلطة رئاسة الجمهورية، مثل سلطة المجلس التشريع، يعني سلطة مستقلة بعيدة عن التنفيذ وبعيدة عن التشريع. إذا كان يكرر احترامه للدستور، لماذا يصر على أنها وظيفة في حين أن الدستور يعتبرها سلطة يعني مستقلة؟
لا أنا مانيش معك سمير في الحقيقة، لأنه رئيس الجمهورية لم يعتبر الدستور الآن خرج من السياق الدستوري نتاع 2014 تماما، وذكر ذلك في خطاباته الأخيرة وتحدث عن دستور هذا ملغى. الآن يجهز دستورا جديدا ونحن مازلنا نتكلم على احترامه لدستور 2014. الرجل فصل نفسه نهائيا عن دستور 2014 واستحقاقاته ومضامينه، ومنها مضمون بأن سلطة القضاء سلطة مستقلة، هو يعتبرها وظيفة، لأنه في الدستور الجديد لن يجعل من هذه السلطة القضائية سلطة وظيفية مستقلة، عفوا، سيجعل منها سلطة وظيفية، هذا واقع. وعندما يتحدث الأستاذ صادق بالعيد عن الدستور الجديد يتحدث عنه من منطلقات حقوقية متاع حريات ودستور متطور متاع العصر الحديث، يريد أن يعيدنا إلى الدستور 59 السيء السمعة في الحقيقة، ليس دستورا جيدا بكل المعارف والمعاني والتقديرات لرجال القانون، وليس لتقديري أنا شخصيا. نحن نتحدث الآن عن رئيس جمهورية يريد أن يمركز السلطات، يريد أن يعيد النظام الرئاسوي، هذه قضية سياسية سمير، يعني يريد أن يعيد النظام الرئاسوي إلى الدولة التونسية، وعودة النظام الرئاسوي لا تكون إلا بالسيطرة على مفاصل الدولة الأساسية وهي القضاء، المحاماة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، المجلس الأعلى للقضاء، نعم، نعم. المحامون أيضا، وهيئات أخرى دستورية أو على الأقل مستقلة. الآن يعني ربما أحيطك علما والسادة المشاهدين بأن الاتحاد العام التونسي للشغل سيخضع الآن إلى جملة من القضايا المهمة في شأن عدد من قياداته الكبرى في مقدمتها نور الدين الطبوبي، ينتظره ملف الآن سيفتح أمامه ويفتح عليه في مجموعة من الاتهامات، أيضا ينتظر فاروق العياري رئيس الاتحاد الجيوبي تونس نفس الشيء، سمير الشفي تنتظره، أنا أذكر أسماء لأن هذه معطيات وصلتني منذ قليل، هنالك معناها مجزرة أخرى يعني سيقع الإقدام عليها في اتحاد الشغل وفي النقابات وايضا في المحامين. لو تتابع تعليق المحامين الان على صفحتهم على صفحه عباد المحامين ستدرك انهم جميعا يتحدثون عن مجزره ستقع داخل محاماه. نحن بإزاء تهديم وتخريب للدوله التونسيه بقطع النظر على التحاليل السياسيه فيما بعد، لكن الرجل يريد ان يضع صحراء تونسيه الارض المحروقه في الوضع الحالي وبناء ارض جديده لا نعلمها الى الان. طيب صالح اعود اليك بعد قليل في يعني سؤال ختامي، لكن ارحب الان بالاستاذه فاطمه الكراي الكاتبه الصحفيه من تونس. سيده فاطمه مرحبا بك. يعني القضاة في اضراب، يقولون انهم دخلوا في اضراب لانهم ضد عمليه تطويع القضاء التي بقولهم طبعا يريد الرئيس قيس سعيد أخذ كل قطاع القضاء باتجاهها، وهم مستعدون لخوض هذه المعركة ما يسمونه بمعركة استقلال القضاء. هل فعلا الأمر هو فعلا استقلال القضاء وحرب من أجل أن يبقى القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، أم هو يعني فقط معارضة لخيارات الرئيس قيس سعيد، يعني قد تكون خيارات كذلك سياسية؟ يعني شكرا على الاستضافة. في الحقيقة لن أضيف شيئا على السادة المتقدمون الآن قبلي في تحاليلهم، هي طبعا وجهة نظر، ولكن نعم. حتى سؤال فيه وجهة نظر فيه الإجابة والسؤال، ولكن تمنيت في الحقيقة كوسيلة إعلام أن وأنت موجود في لندن، معناها بلاد الديمقراطية والدستور غير المكتوب ولكنه متفق عليه. نحن متفقون أن القضاء في تونس ولا في غيرها من بلدان العالم الثالث أو بلدان انعدام المؤسسة، مؤسسة الدولة ومؤسسة القانون، أن القضاء يقال عنه سلطة ولكنه ليس سلطة. باعتقادي أن الرئيس قيس سعيد أهديت له مجزرة، هذه إذا كانت مجزرة مثل ما كان يقول قبلي منذ قليل السيد صالح، إذا كان هي مجزرة فهو قد أهديت له على طبق من ذهب من قبل الذين حكموا 10 سنوات والذين تلكأوا في إقامة دولة المؤسسات. لو كانت عندنا طبقنا الدستور ولم تكسر عظام الدستور بأن لا وجود لمحكمة دستورية، كان يمكن أن يوجد حائل أمام ربما لزومبيسيون أو ما يريده السيد قيس سعيد أو غيره. أنا أقول لك ثق
أن المجلس الأعلى للقضاء الذي نص عليه الدستور، فقرات الدستور، لم يأتي إلا بعد سنتين من الممحكات والعراك إلى آخره، وكان العراك ما ليس بين القضاة وإنما كان بين السلطة السياسية وخاصة السلطة الموجودة من برلمان ممثل لأحزاب أغلبية ورئاسة جمهورية. ولكن ثق، أقول لك ثق وثقوا أن لو كان جاء يوسف الشاهد الذي كان على تماهي مع حركة النهضة والمجموعة التي كانت تحكم لكان غير الدستور، لأن الدستور يحمل في طياته انكسارا لعظامه ولم يكن دستورا ليصمد، لأنه باختصار غير صحيح، لم يجعل القضاء سلطة، لأن هذا سيدي يتطلب أمرين، وأنت في لندن الآن وتتكلم عن لندن، استقلالية القضاء كسلطة يجب أن يبدأ ليس من الدستور ومن التحبير وإنما يبدأ من النمط الاقتصادي. نحن ماذا عندنا في تونس؟ لم يمس أبدا النظام الاقتصادي الريعي الذي لا يقبل المنافسة ولا يقبل التفريق بين السلطات. وعندكم في لندن الآباء المؤسسون للديمقراطية الليبرالية، لديمقراطية ليبرال، هي التفريق بين السلطات الثلاث. لماذا؟ لأن الرأسمالي يريد أن يكون القضاء مستقلا وسلطة حتى يخاف أو حتى يحمي كل تداولاته المالية والاقتصادية والتجارية. نحن في تونس ما زلنا في الاقتصاد الريعي العائلي الذي لا يقبل المنافسة. نحن ما زلنا سيدة ما فاطمة زلنا في... نعم تفضل. طيب، لكن قصدي الآن الماضي قد يتفق عليه الكل، ما حصل في العشرية الغيرها. سمحني سيدي، أنا عندي لوم على كل الذين يتعاملون مع هذه الملفات. لا يجب أن نقول الماضي فات، هذه التفكير الآلي. لا ما لم نقل الماضي فات، قلنا الماضي قد يكون في اتفاق. قيس سعيد يرد الفعل، نعم، وهم يردون الفعل دون أن تبرز قوة ثالثة لها مصداقية. في طيب، لكن يا سيدة فاطمة، هذا يرد الفعل والآخر يرد الفعل، ومن المتضرر في نهاية الأمر؟ إذا كان قبل اجتماع العشرية هؤلاء لم يراعوا مصلحة الوطن، لماذا لا يراعيها سيد قيس سعيد الآن ويجمع الجميع من حوله؟ لماذا يسير وحده كما يقول معارضوه على الأقل؟ جامنة يا سيدي، لست من الأصوات التي تسمعها وتتعود بها. أنا لم أقل أن قيس سعيد ليس مسؤولا، هو مسؤول مسؤولية كبرى، ولكن أيضا القضاء والقضاة هم أيضا جاءتهم فرصة مثل الصحفيين ولم يقوموا بتنظيف الذات جيد ووضع أسس لتنظيف الذات. لأننا نعرف أن بورقيبة بن علي النهضة ترويكا كلهم عملوا وكانت العصا نتاعهم غليظ وأقل غلظة كان القضاء مع الأسف، والقضاة هم الذين ذهبوا فريدين. أنا لست مع هذا أو ذاك، لا أنتمي إلى التحليل الآلي، لأن التحليل الآلي هو الذي ورط البلاد وجعلنا جعل المتغطرسون ماليا وسياسة وهم الذين يشترون الذمم السياسية ويشترون أيضا الأحزاب. يا سيدي، ليس هناك بلد فيه ديمقراطية في العالم والأحزاب تباع وتشترى. طيب سيدة فاطمة، أكمل هذه فقط. سيدة فقط، وتجد المناضلة في الحزب والمسؤول في الحزب ينتقل من حزب إلى حزب مثل الذباب. نعم، هذا لا علاقة له بالأحزاب. سيدة فاطمة، كلام مهم، رجاء خلينا نتفاعل معه ثم أعود لك في كذلك تفاعل آخر لو سمحتي. مشكورة. أستاذ كمال بن يونس، ما التعليق على كلام سيدة فاطمة؟ الجميع يتحمل المسؤولية، السابقين واللاحقين، وهي معركة بين قيس عيد وبين خصومه لا أكثر ولا أقل. في جانب من الجوانب أتفق مع فاطمة عندما تقول أن كل الأطراف تتحمل مسؤولية فيما وقع، وأنه وقع تشخيص خاطئ في يناير، في جويليا، في فري مارس، في العام الأول بعد سقوط حكم بن علي فرضت أولويات غير أولويات الأطراف التي احتجت
على حكم بن علي ومن قبل على حكم برقيبة، والتي كانت تطالب بالحريات والديمقراطية لكنها كانت تطالب أساسا بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي عبر الإضرابات الاجتماعية الاقتصادية وإضرابات الطلبة والتحركات الطلابية والشبابية، وكانت والمناطق المهمشة والمناطق الداخلية فرضت أجندات النخبة التي فرضت أو أضاعت على تونس 3 أعوام في المناقشات الفوقية الإيديولوجية والقانونية والدستورية. وشخصيا قلت هذا الكلام وكانت فاطمة معي في فترة من الفترات في قناة حنبار لمدة عام تقريبا لما كنا معلقين دائما في قناة حنبار. هذه ليست أولوية الشعب، وقلنا هذا بحضور رئيس البرلمان السيسي وقت مصطفى بن جعفر وخبراء في القانون الدستوري بما فيهم شخصيات تريد أن تلعب دورا، لعبت دورا في عهد بن علي ولعبت دورا في العشرية الماضية في حقائب حكومية وبعضها يريد أن يلعب دورا الآن. الأولوية ليست دستورية خلافا لما قال القدامى والجدد وخلافا لما دفع عنه. وأعتقد أن من أسباب نجاح قيس سعيد أن خطابه الانتخابي أكد على هذه النقطة، قال الناس في القصرين وفي سيدي بوزيد وفي الجهات وفي الجنوب في المناطق المهمشة والحياة الشعبية قالوا نحب نعيشوا كيفكم، عملوا لهم أجندة أو خلافات إيديولوجية. لكن قيس سعيد لما دخل إلى القصر وجد نفسه محل صراعات بين قوى من داخل الدولة وقوى من خارجها، قوى إيديولوجية، أطراف إسلامية التي لعبت دورا في إنجاحه، لأن 30,000 من مراقبي قيس سعيد في الدورة الثانية كانوا من جماعة النهضة والقريبين منها والأحزاب القريبة منها من تيار الهوية مثل حزب صافي سعيد أو مجموعة صافي سعيد وبعض القوميين. كذلك وهو في البيت بين أداء القسم بين نجاحي وأداء القسم حاول عقد معه مجموعة من قادة حركة الشعب الذين يمثلون التيار الهوية بمفهوم قومي عربي وحاولوا توجيهه ومبادرة حكومة الرئيس وليس حكومة يختارها، فهو ضحية إيديولوجيات. وفي 25 يوليو البعض كان ضد الظلم وضد الغلطات التي وقعت في العشرية الماضية، والبعض الآخر كانت له أجندة إيديولوجية. جماعة الحزب الدستوري الحر والأطراف القريبة من عبير موسي كانوا يريدون عودة النظام القديم، نظام ما قبل 14 جانفي، ويعتبرون العشرية الماضية عشرية خراب وفساد. الأطراف إيديولوجية يسارية وقومية وقومجية وستالينية وماركسية متطرفة وبعثية تسيطر على الاتحاد العام التونسي للشغل منذ التسعينات، استغلت الفرصة على بعضها ياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى بعض الأحزاب أرادت أن تستغل الفرصة لإقصاء الإسلاميين واليساريين وغيرهم، بعض قيادات النهضة والمنظومة التي حكمت في العشرية الماضية الآن أستاذ كمال الآن وتريد أن تعود إلى الحكم. لذلك فإن البلاد في مأزق والمطلوب هو التفكير في مرحلة قادمة ينسحب منها كل زعماء الإيديولوجيات والسياسات والأحزاب التقليدية ويترك الفرصة للكفاءات سواء بقتل نظارة عن طيب. لكن هل قيس سعيد يا أستاذ كمال هل قيس سعيد مستعد لذلك، مستعد للانسحاب على أنه هو طرف في الصراع ويترك الدولة لشخصيات مستقلة كما ذكرت؟ أعتقد أن ما وقع يوم 25 جوليا لم يقم به قيس سعيد كشخص ولكن قامت به الدولة، قام أو كان مدعوما من مؤسسات الدولة الصلبة وخاصة المؤسسة العسكرية والأمنية والإدارة والدبلوماسية، ومدعوم من خلافا لما يتوقع البعض من أمريكا وسفراء غربيين يريدون أن ينسحب النظام السياسي والمجموعات الإيديولوجية القومية واليسراوية والدينية إلى الصف الثاني وأن يدخلوا إلى الكفاءات لأنهم يريدون تونس ديمقراطية لكنها لا يريدونها وضحت الفكرة أستاذ كمال رجاء. خلينا نذهب إلى صالح أعطيه كذلك. يعني أمام هذا الوضع الذي قد يراه البعض قاتم، ما فيش حل أن الأمور ماشية نحو مزيد من الصدام ومزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، هل فيه إمكانية للتدارك خاصة طبعا من هرم السلطة من الرئيس قيس سعيد؟ يعني الآن حما خرج القضاة كذلك وانضموا إلى المعارضين وداخلين في إضراب، هل مثل هذه الحركات يعني قد تنبه الرئيس قيس سعيد في أن الطريق اللي ساير فيه لابد أن يتوقف فيه وينظر قليل وراء ويراجع يأتي بهذا ويأتي بذاك من أجل مصلحة البلاد، أم أن الرئيس قيس سعيد ماض في خارطة طريقه لا يهمه أحد بل يعتقد أن هذه الخارطة هي التي ستنقذ تونس؟
هو سمير دعني ساعة أعلق كلمة رشمال على كلام اللي نسمع فيه برشا في القنوات التلفزيونية التونسية وفي عديد الإذاعات، وهو أنه سعيد جاءت به 10 سنوات، سعيد جاءت به أخطاء، سعيد جاءت به كذا، يعني كأننا نحن معناها ملزمون ب10 سنوات، وفي نفس الوقت بمن يأتي بعده ينبغي أن نبرر له ما يقوم به فقط لأنه معناها جاء نتيجة أخطاء متراكمة وتخلويذ برشا صار في 10 سنوات، وربما يعني العديد من الأمور اللي كان نقعد نحكي فيها ربما نحكي فيها أكثر مما تحكي فيها فاطمة، وهي تعرف ذلك جيدا، وكنا مع بعضنا في قناة نسمة ونعرفها وتكلمنا الكلام هذا قبل أن يتحدث كثيرون عن قيس سعيد اليوم. كنت نعم. وتحدثوا فيها مع نسمة في قناة نسمة، وأول من انتقد سعيد في قناة نسمة بالذات، ويعني وقع سبي وشتمي من طرف الكثيرين ووصفي بكوني تابع النبيل القروي ومقرونة وما إلى هنالك، ولكن كنت نقول أنه هذا الرجل قيس سعيد والتسجيلات الموجودة خطر على البلاد، لأنه ما عنده حتى تقاليد وما عنده حتى تجربة سياسية وما عنده حتى أي انتماء حزبي ولا حتى انتماء ايديولوجي، وهنا الخطر الاساسي لهذا الرجل، مش فقط لانه قانون دستوري، وقلت حتى في القانون الدستوري رجل ضعيف، هذا قلت من عامين او 3 سنوات الماضيه. وفاطمه تعرف انا في تقديري النقاش هذايا لا يفيد تونس مطلقا، نحن امام مشكله رئيسيه الان، مشكلة تنتهك فيها الحقوق والحريات والمسألة الديمقراطية والمسار الديمقراطي والاقتصاد والمجتمع وجوع الناس وفقر الناس والبؤس اللي يتحدث فيه رئيس الجمهورية، يتحدث عليه رئيس الجمهورية ولم يفعل فيه شيئا. هل نترك هذا الكل ونقعد ونتحاسب وشكون كان سبب باش يجيب معناه قيس سعيد، وهل جبته ترويكا ولا جبته 10 سنوات، وهل هو حب هكا ولا ما حبش؟ انا في تقديري ما نحبش نقول، على الاقل نقول نقاش بيزنطي لن يؤدي بنا كثيرا طويلا ولن يذهب بنا بعيدا نحو القضيه المركزيه. اليوم تونس في مأزق سياسي، هل يمكن ان ينكر احد هذا المأزق السياسي؟ البحث عن مخرج هذا المأزق السياسي هو بالعوده للماضي، سواء كان 30 سنه او 40 سنه او 10 سنوات او 5 او حتى 5 سنوات. انا اعتقادي هذا النقاش لن ينتهي مطلقا اذا كان يكون فكره بهذه الطريقه. اليوم عندنا خطر داهم بكل نعم. معنى الكلمه، اسمه رئيس الجمهوريه وقراراته، ينبغي ان نفكر في هذا الحل. هل الحل في إبعاد الرئيس؟ كيف يمكن إبعاد الرئيس؟ هل الحل في بقاء الرئيس وإجراء حوار معه وجره للحوار الوطني؟ هو لا يرغب في هذا. نعم. هل الحل في بديل من طرف المعارضة؟ لا أرى بديلا في الحقيقة من قبل المعارضة إلى حد الآن. ما أسمعه من السيد نجيب الشابي طرح حكومة إنقاذ وطني قد يكون مؤشرا لهذا البديل، لكن سنصطدم فيما بعد يا سمير بقضية مركزية عانت منها المعارضة مدة 40 سنة تقريبا، وهي الزعامة داخل المعارضة. من سيقبل بنجيب الشابي؟ قولها من توا ولا يقولها أحد الآن. من سيقبل بنجيب الشابي؟ من سيقبل بحمل أمامي؟ حدث ولا حرج، من سيقبل برشا غنوشي؟ ولذلك نحن أمام مصاعب نعم. أساسية، برنامج للمعارضة طيب. الزعيم للمعارضة يتقدم بديلا عن قيس سعيد، ثم الطريقة الدستورية للخروج من هذا المأزق. واضح. خلينا نختم على سيدة فاطمة. سيدة فاطمة، يعني الآن نحن كما قال صالح أمام مشكل لابد للبحث عن حل تجاه بتوافر جميع وتوافق الجميع، ما رأيك؟ وأن المشكل هو قيس سعيد برأي صالح عطية على الأقل. شوف صالح نحترم رأيه لأنه هو معناها ينجم يقول اللي يحب، فقط أنا ما نحبش شكون يأول لي كلامي ولا يقرأ لي كلامي. وقت اللي تبدا نبداو في تناظر، احنا ماناش في تناظر أول نعم. شيء، أنت تسألني وتسأله وتسأل زميل كمال والبقية، معناها ما عندي حتى مشكل. أنا عمري ولا نعوم الزميل ولا الزميلة، احنا نختلف نعم نختلف نعم. جدا، ولكن أيضا نحترم بعضنا البعض وهذا المطلوب. أنا حبيت أقول لك اللي الوضع في تونس الآن ليس بوس خوك، ومع العلم نحب نعطيكم أخبار أنتم كوسيلة إعلام، نحب نعطيكم أخبار. اليوم في إحدى الإذاعات كنت حاضرة كمحللة، وجاء السيد رضا بالحاجة الذي كان يتزعم حزب التحرير وأعطانا سكوب نجم نعطيك وترجع له، قال إن السيد راشد الغنوشي أبلغني أو كلفني طلب مني وساطة مع رئيس قيس سعيد، يعني باش تفهم المعارضة وين ماشية والنهضة شنو قاعدة تعمل. نعم. الوسيطة هو لدى السيد رئيس الجمهورية عن طريق من؟ والطلب الوحيد هو أن نتفاوض وأن نكون جزءا من الحوار
فقال أبلغت رئيس الجمهورية عن طريق من؟ وقال لا تفاوض مع هؤلاء الأسرياء. هذا على الأقل خبر موجود باش نكونوا الناس كل نفهموا بعضنا. أنا تمنيت أختمير معناها إذا كان أنت وأنت تسألوا في مؤسسة من لندن يعني إعلام الإعلام اللي موجود بحسب القوانين في لندن معناها القناة المحترمة متاعكم اللي هي ماهيش قناة للبريطانيين بل هي قناة للمغاربيين. نعم. أنا تعرف حبيت نقول لك اللي راهو لو أنت يهمك بالحق وأنا نعرف اللي يهمك القضاء في تونس أنا الوحيدة تقريبا اللي أدنت التقرير البريطاني بعد العملية الإرهابية في سوسة. نعم. والذي قام برؤية قدم رؤية عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ القضاء التونسي مشككا فيه. والاتحاد الأوروبي أرفق ذلك ب 23 صفحة أيضا مشككا في القضاء التونسي. وأنا عندما يقع الحديث عن القضاء التونسي في الخارج أنا أكون لبوة وأقف إلى جانب القضاء التونسي وأطلب منه أن يصحح ذاته بذاته. أما أن نتفاخر الآن ونقول إن القضاء في تونس مظلوم ومسكين وواحد فهذه هذا معول لتحريك النيران الداخلية. ونحن نعرف في تونس أننا أصبحنا الآن مرشحين والقدر متاعنا القدر اللي يطيبوا فيه القدر مفتوح على كل البهارات التي تأتينا من الخارج والمحركات التي تحرك القدر من الخارج وهذا ما نرفضه. إذن اليوم تونس لن تبرأ إلا متى اعترف الجميع بأخطائه. نعم. هي كلفة للجميع الجميع حاكما ومحكوما لأننا إذا وصلنا على هذه الطريقة سيذهب قيس سعيد الذي سيأتي سيقوم بأكثر منه وسيتجاهل الشعب التونسي وطموحاته واقتصاده وإلى آخره. سيدي نحن اليوم ولتعلم المعارضة قبل السلطة عندنا 300 ألف عائلة بدون ماء. تونس الحديثة. نعم. فيها 300 ألف عائلة إذا نترجمهم واضح. بالحساب نجد أن 1,500,000 ذات بشرية محرومة من الماء للشراب في هذا التوقيت. طيب. بالذات والجماعة يتخاصمون من سيكون هو زعيم المعارضة كلهم طماعون في السلطة وليس هناك من هو واضح سيدة فاطمة تلبية ما يطلب التونسيون. طيب. وما يطلبه التونسيون ليس صعبا الآن حوار وطني اقتصادي تعيد تونس وخاصة في الدستور الجديد يجب أن ينصف على أن تونس جمهورية أو دولة اجتماعية مثل ما فعلت فرنسا في آخر دستور لها. وضحت الفكرة سيدة لن فاطمة لن نكون رأس مليين أكثر من فرنسا. واضح شكرا شكرا جزيلا لكل ضيوفي أستاذ كمال بن يونس صالح عطية والسيدة فاطمة الكراي ولمن سبق معنا قبل قليل بولبابا سالم. نشكركم جميعا ضيوف الكرام على المشاركة وعلى كل ما قدمتموه من أفكار. أشكركم أنتم كذلك مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد غدا. السلام عليكم.